ركن يسار لحارث. معليش يا حارث، إن لم تلعب اليوم ففي المواعيد القادمة هذا سيكون بكل تأكيد ربح كبير، ربح كبير للمنتخب المغربي. سيدخل حارث، حارث نعم في أول حضور، سجل يا تاريخ، دون يا عزيزي المشاهد، أول مباراة رسمية للوافد الجديد. أمين حارث سيدخل بعد لحظات لأرضية الميدان. شكرا يا نور الدين يا مرابط، أبليت البلاء الحسن وتستحق شكر وتقدير من 65 ألف مناصر. هذا هو أمين حارث يدخل في هذه اللحظات مشاهدي الكرام، لاعب نادي الشالك الألماني يتدخل في نهاية المطاف. الدفاع بقيادة اللاعب غينم سيس، تتحرك العناصر المغربية لين في هجمة أمين حارث، في أول لمسة يمرر هناك للجهة اليمنى نبيل ديرار مع حارث في وضعية استعراضية على مستوى وسط الميدان. يتقدم بيليندا، بيليندا لمن؟ بيليندا الذي سبق له بالمناسبة اللاعب رفقة نادي شالك، النادي اللي يلعب له أمين حارث. عزيز بواتوس في استلام الكرة، يضغط عليه لاعب إكويلي، يسندونيك أمين، أمين يحاول المرور، يبحث عن المراوغة، شنو يعمل أمين؟ يرجع للخلف ناحية لاعب ديرار في أول حضور. تقبل كل المستقبل للاعبين الشباب حارث وكذلك حاكمي الذي قام بدوره على أكمل. ديرار في الاستلام، لدينا هجمة أخيرة للمنتخب المغربي. عزيز يطلب كرة والصافرة الجنوب إفريقيا ستوني، هذه الموقعة المغربية الكابونية نعم رسميا الأسود.